بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الورقي. النهاردة حبايبي عندي وصفة لإزالة التجاعيد وإزالة الحبوب من البشرة، وإذا كان البشرة برضو فيها أي التهابات أي حاجة، فالوصفة النهاردة بتخلصك من أي حاجة، أي مشاكل يعني بتواجه بشرتك. الوصفة بتاعت النهاردة جميلة جدا. هنحتاج فيها الإيه؟ هنحتاج فيها الشاي الأخضر. تبدأي اللي انت بتجيبي ورقة الشاي الأخضر وبتجيبي بقى كوباية مية كده، وأكنك بتعملي شاي. ولو قللت المية كمان، يعني بدل كوباية نص كوباية، بتديكي نتيجة أحسن. يعني خليها نص كوباية على ورقة الشاي. بتبدأي بقى اللي انت بعد ما بتغلي المية وبتحطي نص كوباية، حطي عليها ورقة الشاي، فهتلاقيها اللي هي بقت تقيلة ومركزة. هتعملي ايه بقى بعد كده؟ هتشيلي ورقة الشاي ديت، ملهاش لازمة في الوصفة، بس هي لها لازمة في يعني في وصفة تانية. يعني الوصفة بتاعت النهاردة بتديكي ايه؟ حاجتين. بتاخدي بقى المية اللي هي مية الشاي ديت، من غير طبعا ما تحليها ولا اي حاجة. تبدأي اللي انت بتجيبي بخاخة وبتحطيها فيها، وبتستخدمي مية الشاي ديت اللي انت بترشي بقى كده على بشرتك، رش كده باستخدام بقى اللي انت بترشي كده ببخاخة، او ممكن لو ما فيش بخاخة ممكن اللي انت باستخدام حتة قطنة نظيفة او منديل ورق، وبتعصيه كده وبتدهني ايه بشرتك. الوصفة دي بتكرريها ايه؟ بتكرريها كل يوم، ما بتديكي نتيجة كويسة جدا. ورقة الشاي بقى اللي احنا قلنا دي هتطلع بقى ما لهاش لازمة، ديت بقى ايه بتعالج حاجات تانية، اللي هي ايه بقى؟ زي الهالات السوداء اللي هي بتبقى موجودة تحت العين. بتبدأي اللي انت بتدخليها التلاجة لحد ما تبقى ساقعة، وبعد كده بتاخديها وبتحطيها بقى ايه يعني على عينيكي كده، المنطقة اللي هي بتبقى تحت العين ديت اللي هي بتبقى فيها سواد، وبتسيبيها شوية وبتحطيها على العين دي حبة والعين دي حبة، فبتقضي برضو على الهالات السوداء. يعني كده الوصفة بتاعت النهاردة جميلة جدا، وزي ما شفنا يعني مفيش حاجة هتترمي، كل حاجة هنستغلها من ورقة الشاي، بتدي لأن الشاي الأخضر ليه فوائد جميلة جدا، ومش للبشرة بس، بيستخدم برضو كمشروب، برضو مشروب يعني يخسس. وكنت بقدمه برضو وصفات منه قبل كده للتخسيس برضو. لو انتوا دخلتوا القناة برضو هتشوفوا وصفات من الشاي الأخضر كنت أنا قايلها برضو قبل كده. أتمنى حبايبي إن الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منه فعلا، ويا ريت اللي لسه متابعيني لأول مرة، لو الفيديو عجبكم حبايبي والوصفة عجبتكم، ما يا ريت ان انتوا تدعموني بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناة. واللي متابعيني يا ريت ان انتوا تعملوا شير كده للفيديو مع اصدقائكم عشان الكل يستفيد بالوصفات اللي انا بقولها. كان معاكم حنان الورقي من منى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.